بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، ودي السناتي في بروغرام تكتاتيوج لجوشاتشين لذهم لأمهاتوشاتشين لمتشاتشين الله سبحانه وتعالى نعم لما استوس الله سبحانه وتعالى توفيقه لما استوس يبقين الله انك في المسكنة يمسكهم كيه ما استوس يدمو لنفسي اندهون بين ليولين اندهون بين لاسم الله اندهون بين الله سبحانه وتعالى توفيق ما استنا له لمن الله ان شاء الله لله تعالى بيجي بني انو مقره ما استوسو انا دمو يتاوسو سوچم الله خير من غير قنطواتشو بالله تعالى إيمان لا يتنكر يوم الله سأطواته ويتشعل نجار سرته أخيرا لا يجنة اللي قوى الله عندي أسجراته نجري الله سبحانه وتعالى لمن الله فقرميا نزهم دقمو أقرات سلام هنا نعم سلام هنا يتشاقر يبلس أقرات شادق يتشاقر اندي تهون بشيطانم شقرن ما الله عندي يذلن أطبك يما سنة لهم على تنو بما قدتل نجريه يو تاقون كبوت رعوا قبال له زد أنا سمنتين وحادث لاني ينبركتنا أهم بابا عند هولة حديثني ألفونا يبلد المستوس تبابو جمرا له مالتنا بابو في المجاهدين الله سبحانه وتعالى جهري ميارو سوچ منا قربابنا مالتنا. وقال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إلى إن ذابن يوم قرلاي يميتاقلوا هون سوچ سلازم إنتهي عنا شوين يا دم وتبغو سري وشكانني إلى الله سبحانه وتعالى. بالله سبحانه وتعالى من غير ما تقل بلو مالد حرام منو دهلا كان سلادرجو حرام تتو توبة تدرجو بدنو بمتنانات بعبادة متنانات بخير نجر متنانات ناشو مالتنا ونا النزن تمي على وسوش كان يا دم عبر أن تنسو جانني إلى الله سبحانه وتعالى. وقال الله تعالى وقال الله سبحانه وتعالى وعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لان الله انت جزا الله سبحانه وتعالى يوم قدي ونطوري اخير استهلك قدرس اللهم جزا تلبني انت جزوني الى الله سبحانه وتعالى. وفي آية أخرى واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا إلى الله بجتا أتقرر بأقبابه تجزا مالان قررت أرك بأقبابه الله أن توكل الله أن تجزا أين قطع إليه مالتنا. وقال تعالى بليلا بكل فمن يعمل مسك على ذرة خيرا يرى هلال سو يو خير نجر يسر راسو يستنافر شكن داتن كون بتون نجر يوم القيامة يو حساب ليتوت علي مالتنا. ولكن ان الله يقول لك ان الله سبحانه وتعالى يقول لك ان الله 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 يقول لك ان يوم النبي يوم القيامة حساب بلو مالات ميزان بلو مالات الله سبحانه وتعالى يوم ديات علي ميزان بهول التوغن ومهنو عند بابك أن يبقى كل خير سراو بس دبا كل يوم وانجل سراو تمزنو يسنا فجق انتات يأكل خير يعرفة لسو رجنة كبال للان معصو يعرف ما يعرفة بس سو يتتنش نقر يعرفة بس سو رجهن مقبات ويكرم نقر النبي عليه الصلاة والسلام شفع الله تشو يوم القيامة ودي سدستيال شفع الله تشونا الرسول عليه الصلاة والسلام الله انشم قلو الله اللمنو تجهنم يوطعيهنا لله أعلم. ويبليلا بكل وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا عند الله لال استي لنفساتشو لآخراتش اسكدناتشو تنقر ايو إلى الله سبحانه وتعالى لأمن خير تجده عند الله نقر يوم القيامة الله هذني تقنق تالاتشو خير ميهون شر ميهون يو تقنق تالاتشو عند الله هو أعظم هو خير وأعظم أجرا
يوم خير توانا عجل الله سبحانه وتعالى كفي على جوال بلو الله سبحانه وتعالى بقرآن إن جل الملتن داريا من سر وسره له الآخرات إن دم قديم الآخرات إن جري ياوس خير سرات إن قرآن كرام إن قرآن كرام إن ديو إن جري ياوس عزو ترني كرام إن ديو نمالتن نجري أو غشون إن دم كرا كرلن ሌላ ነገር የሰጠን ሌላ ነገር የሰራን እንደው خير ነገር የታገልን እንደው ለአኺራ ቀርሞ እንደምናገኘው ማዋቃል ማስተዋሳለ ማለት ነው ወሌላ በኩል ወማቱ ፍቁም ሚን خير فإن الله به عليم ላል ተበጎ ነገር እኮ የምትመግቡትን የምትለግሱትን ነገር ሁሉ الله سبحانه وتعالى ያቃል አንይ ያቃለሁኝ ኢላለ الله سبحانه وتعالى በሱረቱል በቀራ ላይ 273 ላይ አንቀጽ ማለት ነውና ያው እንግዲህ الله سبحانه وتعالى ይሄን እንግዲህ ይናገራል ያስተውሰናል ማለት ነው واما الاحاديث فالاول عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى قال من عادى لوليا فقد اذنت بالحرب لن الله سبحانه وتعالى ينين ولي بلو مالت ينين باريا تككلني هنا باريا انقديه ينين ودياج يمتنا كل سو نفعل مواله بلو الله سبحانه وتعالى إلى المالتنا وما تقرب إلي عبدي بشيء حب إلي من مفترط عليه وما يزال عبد انقديه بخير نقر يقرب عنده واجب النقر أدرسه لمثال واجب صلاة تقرب وصنع نقر وين بل إلى صنع نقر يقرب عنده هنا أن يدمو انقديه يو تسو أسكر دمي يقرب والله نو بأنه حتى أحبه وأوده والله مالات فإذا حببته أن يدمو يدره بذي وكنت سمعه مسمع جروني هنا له الذي يسمع به بني مسمعني هنا له وبصره الذي يبصر به ما يشعر مني هنا له مالات مسمعني هنا له مالات يا الله يطبق والته له نقر مالات وبصره يبصر به ما يشعر مني هنا له ويده التي يبطش بها انقره الجمدة وانقره الله يطبق والله رجله التي يمشي بها وهم أجل ما هجونه له نقر الله تمطف نقر يطبق والله يطبق والله مالاته وإن سأل وإن سألني أعطيته انقره أني يطيق أنه سطوى الله ولا إن استعاذني لأعيذنه بني دمو يتمجن عنده بني يتاقض عنده بني دمو أعوذ بالله بلو خير نقر ولي خير نقر لما متع شيطان عنده أيضو ولا إن استعاذني لأعيذنه وني دمو أقزوى الله يالو النقر ما لتنو ترقومه عذنته أعلمته أني محارب له استعذني روي بالنون والواو بالباء فعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول عليه الصلاة والسلام دي تناقروت نعمتان مغبون فيهما كيسر من الناس الصحة والفراغ يهولة نعمة وشالو بحزوة وانقدي ما عندهم سبهون بحزبة نعمة وشاية تقام بحزم نعمة وشنا الله سيقات مدمو بما لا يعني يسال الفاتح والله الناس ما نتو الصحة يطلوت إلى النت الله سبحانه وتعالى يسالتوصو والفراغ نتا قزي يسالتوصو انقدي بالنزل قزي بطين النت قزي مسلا تعلب والفراغ وشكوالا ديمو بما ينور بقزي نتا قزي بالله قزي لالله عبادة ما درقى الله بيشن انقدي ما عندهم ما يتقام باتهم يتتقام بات بتعمي بلتيني بلو بخاري بزقه وحديث رسول عليه الصلاة والسلام تناقره هالما لاترهم قريبا لفاو ذرتي لاي قدرات 33 درس نبر يعني ببكتنا ياو تباول جمرو بي جمرو الله من البات ياو انقدي لستكا كيرب ياسر بما سبنو الرابع عن عائشة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه فقلت له لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكرا متفق عليه متفق عليه بلو مالت بخاري إن مسلم يتسمعوا بثنا بطعم تلك حديثنا ومالتنا انقدي بطعم يتسمعوا بث صحيح هون حديث لما لا تفلقونه تايا عائشة نبيين تأيي كاتشو يقوم الليلي حتى تتفطر قدمه يوم انقدي إقراتشو ستتسات أكدرت ليلي تقوم اللاتشو فقلت له هو بيالكواتشو لما تصنع هذا يا رسول الله هي لمن دينه بيالكواتشو وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك يوان يعلفه ونجلاتشو من الله مرواتشو اللالكواتشو وما تأخذ ريف الدم ونجل تمثلات الله يطبقاتشو طبقاتشو بيالكواتشو قال بلوالو تاريا لمن دي الزقراتشو استمياب تدرس ليلي صلاة بندو تقوم اللاتشو بيالكواتشو قال بلوالو
أفلا أحب أن أكون عبدا شكرا الله أنا مسك يباري أبوهن سلام مودن وبلو يوم قد تناغنا المالاتنا رسول عليه الصلاة والسلام يو عبادي أن قريبت أمي أرغونا بر مالاتنا ونا يوم دي الزنو عبادي أمي أرغبت أمي أسفل لغالن قوان قزي يالو نطرو قزي يالو وما لعيني قزيون تمات فاتلي قرآن بيقار أبت واغالو صلاة بسقر أبت واغالو الله سبحانه وتعالى يود اللتال خير نقري تفلتال بدونهم يقلبتم أنين يقلب ساكن الله ساكن الله يسطول وآخرهم دمو جنة يسطول مالتنو سلذي ينبي سنة قرين دي الزنو الخامس عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول عليه الصلاة والسلام طيقها عائشة بالبيتها إذا دخل العاشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد وجد وشد المئزر انقدي ياو رمضان حياك أنهونو أسترانيو أسترا ودي مجرشو أسترا أسترو كانتشو انقدي ياو النسو أشرار آخر بالالو تلالك واقايا الله شونا شو مالاتنو زايق باقزي انقدي وشد المئزريهن تناتشون يطبقون بر كبتواتشون يطبقون بر بطام نشاطو يرغون بر ما متفقون والمرادو العشر الأواخر من شهر رمضان والمئزر هو كناية عن اعتزال النساء وكيل المرادو تشمل لعبارة يقالو شريط إلى هذا الأمر مئزري أي تشمرت وتفرغت له انقدي لذن العبادة تزقاجيو لسو ولن نقال استكاكروك بلو لسو تقجيهون نبر مالاتنو السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة يبلو تلقوا محدثنا شو أبو هريرة بلو مالت أمستي سوس متو سبارات حديث وقت النبي محمد عليه الصلاة والسلام تبقى ويحصل على كل الناس شو مالتنا انقدي ساتو تلق صحابنا شو تاريخات شو وده على من لست بلون ما وتكذي يالك أشر سالو نجي تلق صحابنا شو المؤمنون القوي طرق قوي هنا مؤمن خيرنا الله زين وأحب إلى الله الله توداجنا من المؤمن الضعيف تدك كما مالت العبادة تدك كما تونا ضعيف عندو العبادة قوي هنا بتعم تنشتنا ساشنة تعلو عبادة مرق يبلتنا وفي كل خير بخير كل إحسن تقوى على ما ينفعك يتكمهلنا واستعين تاجز بالله بالله تاجز ولا تعجز أتصنف وإن أصابك شيء فلا تقول عندي نقدر دم وتشقر نقدر ميقطع ما قد يفعل تقول أتبل لو أني فعلت كذا وكذا كان كذا وكذا إنك ولا رجل بر يهون بين بل حتى بل ولكن بل ولكن ما لسبي يقول بل قدر الله ما وما شاء فعل وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان يعني هنا قربي هون هنا قرب على رجل وتلانتي هنا قرب على سراو ويزدبو تبال متهون يهون بل لشيطان من غير تكفت سلزي الله الله هناك قدره بل هذا درجة من هدي الله بلنو لو تفتح فإن لو تفتح عمل الشيطان بلو ما السابع عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولاتنا عليه الصلاة والسلام دي تناقروا حجبات النار بالشهوات سات وسقوي في اللاغوت يتقارد لتشالو وحجبات الجنة بالمكاره دمو جنة دمو بتقام انقلي ديقم وصوا بتتقلو نقروا يتقارد لتش وفي رواية حفت بدل حجبات وهو بمعنى هو أي بينه وبينها حاد الحجاب فإذا فعله دخلها مالتهم يأتي قردوان ينقره أنت يقدر أن يتأسات هنا يقوى باتال ورساتهم ينقره ينيتسو ورجنة ينيتسو مالتهم هنا يهو انقره ينذبلو تناقروا المالتهم سلذي جنتهم جنة حجبات الشعب النار بالشعوات سات بسقائي في اللغة تتقارد لك بلو مالت نزانو وحجبات الجنة بالمكاره بلو مالت جنة دقمو በተጠሉ ነገር የተጋርዳለች ብሎ ማለት ያ ነው የተጋረደውን ግርዶውን ቀዶ ተገባው ሰውዬ ወደዛ ሊገባ ነው ማለት ነው አሳሚኑ አን አቢ አብዱላህ ኢብኑ ሁዘይፈ ኢብኑ ልየማኒ ረዲየላሁ ዐንሁ قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركعه عند المئة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع في بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح العمران فقرأها يقرأ مترسلا فإذا مر بآية فيها تسبح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحوا من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده
زلي سمع الله لمن حمده يملو سوتشالو لمن حمده ايهونم لمن حمده نو ميونو معناتنو لمن حمده الى لونغ سزا بهالا ثم قام قيامن طويلن قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي العلى فكان سجوده قريبا من قيامه رواه مسلم ان النبي عليه الصلاه والسلام تاريخ زيف ابن اليماني يبالو تنبي غسكرك صلاه قالوا ذات ليله ان عندك الليل سكركنا فافتتح الليل صلاه فافتتح البقره سورة البقرة انقروا قالوا فاتحة تقروا بحالا فقلتوا بيالكو يركعوا من دل مئة متو يدرسوا متو آيات يدرسوا كذي ركوا على قالوا بيت أبقون يالوا ثم مضادي مواننا لكم فقلتوا بيالكو يصلي بها في ركعة انقديه وهندمو عند ركعة يوردوا هم بيه اللهم فمضوا الله تعالوا فقلتوا يركعوا ركوا بيالكو 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 انقديه عستوكون يالوا انما اللهم اللهم تنام لهم ثم افتتح سورة النساء دمو سورة النساء دمو اندزو افتتح رغونا جمرو فقرأها قرر ثم افتتح آل عمران سورة آل عمران من آل عمران سورة آل عمران نمقرر فقرأها قرر يقرأو مقرر مترستلن قستولون مقررت مالتن وعيش عيش وكونو لولولولو عيلو منبرا آنو قرآن سيقرأ سويو عجل مياغنو يمسابون بمساب يمسابون ደሞንገዲ ማሐሪፈል ሁሩፎችን አወጣጦችን በሚገባው ቆተወነ ነው ዋጋ የሚያገኙል በለዛ እንደነብዩ አቀራረ ነው ማለት ነው ቢስሚላህ ራህማን ራሂም ለላህ ረብል ዓለሚን እንደውም አልহামዱሊላህ ረብል ዓለሚን ረብል ዓለሚን እኮ ማዕናውን እኮ ይለውጣል አልহামዱሊላህ ረብል ዓለሚን እና ረብል ዓለሚን ቢማዕና ኢላህያል ማዕናው ኢላህያል ዓለም ተሆነ በሽታ ነው ዓለም ተሆነ ዓለማቱ ጌታ መስካነ ይገባ ማለት ነው እና ምሳውን ስቦ እንግዲህ መቆም ያለበት ነገር አቆሞ ተረጋግቶ ተቀራ አጅ ያገኛል ታየ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይሄንን እንግዲህ ያው ቁርአን ዝግ ብለው ቀሩ ኢዛ መረቢ አያቲን አድረሰ አንድ አያት ደረሱ ግዴ ፈተስቢሁን ሱብሃነ ሱብሃንአላህ ኢላሉ ማለት ነው ኢዛ መረቢ ሱአሊን እንዴት ነው ሱአል ደሞ አያት ደረሱ ግዴ ያው እንዲጠይቃሉ ማለት ነው ኢዛ መረቢ ተዓውዚን ደሞ በተዓውዝ የሚያስፈልገው ነገር ታለ አዓዘነላሁ እንግዲህ ብለው ደሞ ወደ አላህ እንግዲህ እንትን ይላሉ ثم ركعت ذا በኋላ ركوع አድረጉ فجعل ብለው አለ ይቆሉ فجعل ብለው ያሆኑ ይቆሉ ብለው አሉ سبحان ربي العظيم አሉ ደሞ ركوع አድርገው فكان ركوعه ركوعهم نحو من قيامه يوندقوم ترزم ያለ ነበር ركوعهم አለ ثم قال ብለው አሉ سمع الله لمن حمده الله سبحانه وتعالى لسمى وسمى الله الله سلامه سجنه وسو سمينه لمن حمده قال ربنا لك الحمد كتاجن ومسكنا انت نوالو ثم قام قياما طويلا قريبا ياو انغدي رجم قيام رجم انغدي كو اندر مو قومه متذا بحالا معناتنا مما ركع ركوع درس درس ثم سجد سجود يارغو فقال بلو الله سبحان ربي الاعلى انت تلك هون جيتا طرات لانت يغبا فكان سجود سجوداتو قريبا من قيامه ياو اندي اقواماتو قرب ياله نبره بتام رجم نبره معناتنا ونا اندي زي نبيو انغدي استغاغد اندي زي نو معناتنا እንደ ዘመን አንአት እንግዲያ ታዲያ ኢነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ኢማም ሆኑ ጊዜ ምን እንደነበር የሚሉት አጠራጠረ ያደረጉ ይሰግዱ ነበር አንድ ሙዓዝ የሚባል ነበር አንድ ሰው ሱብሂ ላይ ሶላት ሲሰግድ በጣም አስረዘመበትና ይሁን ዘል መጣበት ነው ቆይ አታሲዋኒ ኢብኑ መስዑድ ረዲየላሁ ዐንሁ قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ኢብኑ መስዑድ ተነብዩ ጋር ሰገርኩ ለይለተና እንደ ለፋጣ ለቂያሙ መቆም በጣም አስረዘመው حتى حممت አስተውት ለፊ አምሩ ሱኢን መጥፎ ነገር አስተውኩት ድረስ በጣም አስረዘመው ቆሞ አሉ ቄለው መሐመምت به መጥፎ ነገር እንግዲህ ምን ነበር ያስተውከው አሉ قال حممت عن اجل سوء ልቀመጥ ነበር ወአዳው ሶላቱን ትቸው ልቀመጥ ነበር ተነጥዬ ልቀመጥ ነበር ልቀመጥ ነበር መጥፎ ነገር ያሰብኩት ይሄ ነበር አለ ስለዚህ ሶላቱን ልቀመጥ የነበረ ነበርና ይሄ ለማድረግ ይሄን ነገር ለማድረግ እንግዲህ ያው እንደዛ ይሰሩ ነበር እሳቸው ማለት ነው አይደለም እንደው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሰውየው እንግዲህ ለብቻቸው የሰገዱ ጊዜ ሱሐቦቹ በፍላጎታቸው ሆነው ተከተሏቸው ነው ማለት ነው እና ሌላው ሰው ግን አሁንኛ እንደኛ አይነቱ ያለ ሰው ሶላቱንም ትንሽ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሐዲሳቸውም ታዲያ ሰው የመሩ ጊዜ በጣም እንትን ኹጥባቸውም አጠር ያለች ኸይሩል ከላሚ ማቀለው ደለ ይላሉ ተንግግር ሁሉ አማላካቹ አጠር ብሎ አማላካች ሆነ ነው ጥሩ ንግግር ይሉ ነበር እና እንግዲህ በዛ ሁለተኛ ኹጥባቸውም ደግሞ አጠር ያለ ነበር ሰውም ሲያሰግዱ ደግሞ በጣም አጠር አድርገው ያሰግዱ ነበር ማለት ነው ሙዓዝ የሚባል ነበር አንድ ትልቅ ሱሐባ ነበሩ ሶላቱን በጣም አሰረዘሙና አንድ ሰው የነበር በጣም ወገቡን ሲያመው ድረስ ተቸገረ
እንግዲህ ነብዩ ለነብዩ ሄደና ነገራቸው ያ ረሱላህ እኔ ሁለተኛ ሱብሂ ሶላት አልሄድም አላቸው ምን ነው አሉት ከሌ የሚባል ሱሐባ ሶላቱን ሲሰግድ በጣም አሳዘመው አልቻልኩም አሉ አነገራቸው ጊዜ ቶሎ እንግዲህ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እሱ ጋር እንትን አሉና አንተ ሙዓዝ አንተ ሙነፊሪን አሉት አንተ ሙዓዝ አንተ ታስበረግጋለህ ሰዎችን አሉና ተቆጡ በጣም ሲቆጡ አይናቸው ቀላ ይላል ሲስቁ ደግሞ እንደው የዱሃ ጀንበር ይመስላል ፊታቸው ያበራል ማለት ነው ታዲያ በጣም ልውል ወጣሉና ተቆጡ አንተ ሙዓዝ ለራሳቸው የሰገዳችሁ ጊዜ እንደፈለጋችሁ ለምን ቁርአኑን አትከቱም እንደፈለጋችሁ አሉ ሰው ስትመሩ ግን አጣጣ አጣጣ አድርጉ ብለዋል ሰውየው መእሙም መካከል ሽንት ኢንፌክሽን ያለበታል የወገብ ፕሮብሌም ያለበታል ልጆች ደግሞ እናቶች አው እንግሊዝ ሴቶች ወደ መስጂድ ኑ ተብለው ባይባሉም ተመጡ አተከልክሏቸው ብለዋል ሶላት ሲመዱ ሲመጡ ልጆቻቸውንም አደብ ያዛዙ የሶላቱን ሁኔታ እንትን ይያሉ ስለሆነ ተመጡ አተከልክሏቸው ነውና ልጆቹ ሆይ ጫጫሉ በጣምና ለነሱም ጭምርነቱን ቶሎን ተማለት ያው አጣጣ አጣጋጎ መስራቱ የበለጠ ነው ብለው ነገሩስ ማለት ነው ቢአይሐሊን ሰውዮ ፋቲሃን አሳምሮ ተቀራ በኋላ ቢስሚላሂ ራህማኒ ራሂም አልሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን በዛ አይነት ሁኔታ መጨረሻው ድረስ ይቀራል እንደው ነገሩ እንዲህ አለ እንደሆነ ሰብህ እንትና ማን ነው ሐልአታ ሐዲሱ ለጋሻ ሊቀራ ይችላል والليل اذا غشى لقرا يشال والشمس ضحى لقرا يشال في قوم لا يالو معناتنا طرا طرا رغو ሁለቱን ركعات طرا طرا رغو ما سجد يالبت عند ركعه دمو ሁለቱን ركعات انت بهذا هنا الدرجه ما سجد يالبت يمشرشه ሁለቱ ركعه دمو طرا طرا يلال معناتنا يا في قوم لا يندمتاقوت ስለዚህ በዛ ደረጃ طرا طرا رغاتو سرو سوچن اتاستلاچو ሰዎች ለዒባዲ እንዲጠሉ አታድርጉ መስጂዱን እንዲጠሉ አታድርጉ ዲዕዋቹም አጠር ያለና መላካች ሆነ ሳቢ ሆነ ይሁን ብለው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተናግረዋል በሌላ ሐዲስ ላይ ወዲህት የሚመጣ ነገር ነው ሳይቸውም ስለተናገርኩ ብዬ ነው ምናልባት አንዳንድ ሰው ደግሞ ቆም ይቁርአን ላክተም የሚሰው አይታወቅምና ለራስ ተበረታ የሰገደ ጊዜ ማሰረዘም ይቻላል ወይም ደግሞ ምክክር አድርጎ ጀማዓው እንዲያለ ጀማዓ ደግሞ እኛ ብቻችንን መንሰግደው ተመካክረናል እንቀጥልበት ማለት አይቻለም ዛሬ የተማከረው ሰው ነገ አይኖርም ነገ ደግሞ ዛሬ አይኖርም ሌላ ጀማዓ ሊመጣ ይችላል ያ ማስጨገር ስለሚሆን አጠራጠር ያርጉ ማብራት እንዲያለ መምራት እንዲያለብን ማስተገድ እንዲያለብን እኔም እስራኤል ኢማም ስለሆንኩኝ በዛ አጋጣሚ ማሳሰብ ወዲያለሁ ሰውም ቶሎ ቀልጠፍ ሲልልን ወደውና ማለት ነውና ያን ለማለት ነው ታዲያ ሰው የሱሐቡ ምናሉ እንትና ኢብኑ መስዑድ قال حممتوان اجلتو ادعه يوني لقمت نمرفو نغل سراست بي نبر صلاتن تتو لقمت نبرالو بذا درس ياو نبيو غا يسجدو معناتنو رسول الله صلى الله عليه وسلم تغنزو ناتولو ياو انتم بلوال لراس يسجدو غزي انديزا نو ديمو سو سيمرو تنش انتم مالات يگبال لمالات فلجي نو الحادي عشر اني مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنه اقرب الى احدكم من شراكن نعله والنار مثل ذلك جنتكو تچاماچو ماسريا يقربچ نچ اساتم ديمو انددو تچاماچو ماسريا يقربچ نچ لو بخاري بزگبو حديث تناغروال معناتنو سلاذ انغدي هو بزا درجه يو جنت اندناگين يسدانو خير سلا ديمو اندياناتاو እንዳይታበስብን ተጠንቀቀን መስራት ይኖርብናል ማለት ነው አስታኒ አሽራን አቢ ሽራሲ ቢለቢ عتبي مكابيل اسلمي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اهل الصفه تاهل الصفه مرتناچونا ومن اهل الصفه قال كنت ابيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتي بوضوئه وحاجته انجد النبي قال عليه الصلاه والسلام نبركم يالونا لوضوء وهمطهولاچو لحاجاتهم عند عند نجر ازغاجهولاچو قالوا سألني طيقني يا لنيالو فقلت بيالكواچو اسالوك مرافقتك بشيل جنتي اني يا رسول الله تانتو غا جنت جنت مغبا تانتو غا هوني افلغالهوني الكواچو قال بلوالو غير ذلك تزهم انغدي تال طيقني يا لو قلت بيالكواچو ذاك انغدي يهن نوال قال بلوالو فاعني على نفسك بكثره السجود انغدي وما يهن تاسبك سجود بمادرك سجود مبزات سجود صلاه مسجد አብዛ አሉኝ አሉ ስለዚህ ሶላት እንደምስገድ አብዛ ይሄን ታበዛ አብረን ተነጋን እንነሳለን ብለዋል ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ማለት ነው ስለዚህ በሌላ በኩል አንድ ሰው ነበር በጣም ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሲያቸው በጣም ይጠግብ ነበር ያጣቸው ጊዜ ደግሞ ይናፍቅ ነበር ይከሳ ነበር ማለት ነው ታዲያ ረሱልላህ አላችሁ እኔ አሁን ዛሬ ያየኋለሁኝ እዚህ ዱንያ ላይ ማሽም አልহামዱሊላህ ጥሩ ኢማኑ በአኺራ እንዴት ሆናለሁኝ
አንተ ያለሁበት ትልቅ ደረጃ ነው እኔ ደግሞ ምንም ዋጋ የለኝም አላቸው አይዞ እንግዲህ አንተ ማን አንተ ተኔጋ ብረት እናሳለ ሰውባና ሞላይ በላ ተኔጋ አንተ እንደዛ ብረት እናሳለ ብሎ ነገሩት ማለት ነውና ይሄ መሐባም ወዴፊትም ሲመጣ ስለማወሰው አብሮ ይሄዳል ብዬ ነው ያነሳሁት ይሄው እንግዲህ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንግዲህ አብሮ የነሱን ሱና የነብዩን ሱና የተከተለ ተው ሱና ብሎ ማለት ቢሰራ ዋጋ ያለው ባይሰራ ቅጣት የለለው ነው ዋጅብ ብሎ ማለት ቢሰራ ግዴታ የሆነ ባይሰራ ቅጣት ያለው ማለት ነውና ይለያያል ነው ዋጅቡን አደረሱና የሚታገል ሰው ይሄን አይነት ሁኔታ ያገኛል ማለት ነው አሳሊቱ አሸራ ነቢዩ አብዱላህ ይመው ቃሉ አቡ አብዱረህማን ተውባነ መውላ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዐለይከ ይው يقول عليك بحديث فإنك لن تستري سجدة إلا رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة يوسو سجود يا بذاك زي الله سبحانه وتعالى درجة يمشمر له بهون انجي اندزهم دمو انجلو دغمو اندزو دمو ميسرزلت كانسل يمارغلت بهون انجي بلو الرسول عليه الصلاة والسلام تناغروا على معناته ስለዚህ ነው መስጂድም ተገባን በኋላ ቤታችንን ማለት አይኒ የማይጠቅመው ደሞሎ ፋይዳ የሌለው ነገር ተመከታተል ምን ተማለት የሱጁድ ማሰደም ይገባል ቁርአን መቅዳት ይገባል መስጂድም ተርን በኋላ እንደዚሁ ነው ማለት አይኒ ተማውራት አንዳንዱ መስጂድ ቁጥ ብሎ ስልክ የሚያወራለ አንዳንዱ መስጂድ ቁጥ ብሎ የሆነ ያልሆነን ሐሜትን የሚያማለ መስጂድ ያላህ ቤት ነው ስለዚህ በዛ ደረጃ መስጂድ ተገባን በኋላ የሰራውን ወንጀል አራክፈን ምን ወጣበት እንጂ መዕሱያ ምን ሸምቱበት አይደለም ስለዚህ በዛ ደረጃ ለአኺር ያስቀደምኩ ምንድነው እኔ ብሎ በዛ እንግዲህ ማያቱ ተገቢ ነው ለማለት ፈልጌ ነው الرابع عشر عن ابي صفوان عبد الله ابن بسرين الاسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله بلوان الرسول عليه الصلاه والسلام እንግዲህ እንደተናገሩት ተሰው ሁሉ እንግዲህ በላጩ ጥሩ ኸይንት ይሻላል ተብሎ የሚታሰበው አሉ። ዑምሩ የረዘመበት ነው ደግሞ እንደገና ዑምሩ ረዘመ ደግሞ ኸይር ሰራውም ያማረለት ነው ብለዋል ማለት ነው። ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በሌላ ሐዲስ ምን አሉ? ያው ሰውየው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ጥሩ የሚያጠጡት በኸይር ሰራ የእንትን ያለው ሰው ጥሩ ዲሜ ይባላል አሉ። መጥፎ ዲሜ ብሎ ማለት ዲሜው ረዘመበት ስራው መዕሱያ የሆነ ደግሞ እሱ መጥፎ ዲሜ ይባላል አሉ። ስለዚህ ወተ ሰው ሁሉ በላጩ እንግዲህ ሰውየው እድሜው ረዝሞለት ስራው ያማረለት ነው ማለት ነውና ስራው ኸይር ስራ ይሆንለት አላህ እንዲ ተወቃሻል ሆነ ብለው ተናግረዋል ማለት ነውና ያው እንግዲህ በኸይር ስራ ላይ እንደዙ መጥናናት ያስፈልጋል። እድሜያችን ሁሉ አሁን ወደፊት ሐዲሱ ላይ ይመጣል ተጠያቂ ነው የሚሆነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለዒባዳ እንዲ ኸለቀን ዝም ብሎ ለላቅጣል ኸለቀን እንግዲህ ማ ኸለቅቱ ሀዛ ባጢሉን ሱብሃነከ ፈቂና ዐዛብናር ይሄን ኮመዲት እና ተመውዝም ብለን አልከለቅነው እንግዲህ አላህን ዒባዳ ለታረጉበት ነው እንጂ ለላቅጣ አይደለም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። በሌላ በኩል አፈሐሲብቱም እንግዲህ ላታቁም ወይ እናንተ ለምን ተኸለቃችሁ ወደኛ ማትመለሱ መሰላችሁ ትመለሳላችሁ ወደኛ ማትመለሱ መሰላችሁ ትመለሳላችሁ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ደቂቃው ዋጋላት ሰዓቷ ዋጋላት ሁሉ ነገር ዋጋለውና ታዲያ በዛ ደረጃ አኺራን ማያዝ አለብን። ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያው እንግዲህ መን ካነ ዩእሚኑ ቢልየውሚል ወልየውሚል አኺር ፈልየቁል ኸይረን አው ሊየሱት ወይም አው ሊየስኩት ብለዋል። በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኸሊቅነት ነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መልእክተኝነት ያመነ ሰው ወይም ደግሞ በመጨረሻ ቀን ያመነ ሰው ኸይር ነገር ይናገር አልበለዚያ ዝም ይበል ብለዋል። ይሄ ብዙ ነገር ዛዛታ ሲያወጣ አንደኛ ዛዛታ መውራት ሐራም ነው ክልክል ነው መዕሱያ ይገባል ሁለተኛ ወንጀል ይሰራል ስራውን ያበላሻልና የበዛ ደረጃ እንግዲህ እድሜ ወደዘመ ሁሉ የኔ እድሜ ስንት ነው ስንት ተቀምጫለሁ ዱንያ ላይ ብሎ እንግዲህ ማሰቡን ተወዲ ኋላ መለስ ብሎ ያው እንግዲህ ይሄን ማሰብ ይገባዋል ነው። ታዲያ ተሰው ሁሉ ሆኖ ዋናው ነገር ኸይሩ ጥሩ ሰው የሚባለው እድሜ ወደዘመለት ኸይር ስራው ያማለለት ነው ማለትና ኸይር ስራችን አላህ ያሳምርልን በአኺራ ተጠያቂ እንዲያነውን ነው። الخامس عشر عن انس رضي الله عنه قال غاب عمي انس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر فقال يا رسول الله غبت عن اول قتال قاتلت المشركين لئن الله اشهدني قتال المشركين ليرين الله ما اصنع فلما كان يوم احد انكشف المسلمون فقال اللهم اعتذر اليك مما صنع هؤلاء يعني اصحابه وابرئ اليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا سعد بن معاذ الجنه ورب الكعبه
إن أجد ريحها من دون أحد قال سعد فما استطعته يا رسول الله ما صنع قال أنا سوف وجرنا به بضع وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم ووجيناه قبل قد قتل ممثل به المشركون فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه قال آنس كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه سورة الأحزاب إلى آخرها أنقدي آنس مبالوت عبد النذر مبال أقوتاته نبرنا من ألاتشو يبدر زمشا قزي أنا نبركم أهون دمو بأحور زمشا مستعتف فلق الله إني بل وانقريها وطا عما كراتش وما لثنو أني الله سبحانه وتعالى يمسرا ونسرا الله سيدا سوچا سيال يأحور دمو قزي يوانقدي مشركوش منافقوش ششوتن دمو الله سيال الناس لذي اللهم عاتذو لكي ما صنعه لي وابرو لكي ما صنعه لي يجد مشركونا تذابوها لانقدي هي النيتنا تقدم سعد بن معاذ فقال سعد بن معاذ بالوثن طيقاتشو يا سعيد بن معاذ الجنة ورب الكعبة أن يكوذ أحد قولا كباب لي يجن شطواك وشتة تستيبلون أقرأت شوال إني أجد ريحها شطوان زاقين يواتي لا شوال الله من دون أحد قال سعيد فما استطعت يا رسول الله ما صنع قال أنا توجرناها بضعان تاريان قريها ونديالو ونقدي شهيد هنا ودي ثمانية بوتالين ونقدي چگری در دسترس من مالا و اچونه بر هت اچوبه چه یوگ ماشوبه کستنو گم ماشوبه به تیجونو گم ماشونگری با سیفنو منم سعی نداشتم تنها اعلام نبرن نه تاریم دیدنو اونگریم اینگی لاله بیه سر لاله ولو عهدی که توصل نبره یاب عهدی اچو مسالت سرونا یه جنت اونگری گوهر زونو مالاتنو یه جنتی زنگزی باتام کبر سر نبره داریم منم منتنیل منم چگری اعلام زنبلو دينهم ما يستشل على سوله مدرسة يسفل لكم الرسول عليه الصلاة والسلام بالغال عندي تناقروت تاني بل تاني ودي اللون سوى درس سوى تاني عدي اللهم بالغال الرسول عليه الصلاة والسلام تاني عدي اللهم بالغال سوله مدرسة رواد اللهم سلس يراسي حيمانوت من دينه بلو يراسو ديني من دينه الله من قد لانه بلو يراسو بچه مستقاكلنو أميرو كتازو ديمو لأميرو كتزاد مرحبا بلو أهلا وسهلا بلو متازاد اللبتنو كزدو جغن يراسون سياك أولو سيمي وكالو طول حاج عفر انديتي تازدو الله تملئكا يراسون سياك أولو سيمي وكا انديتي تازدو الله تملئكا بلو الله ناملئكا بلو الله يتازدو سلزنگري يراساتشن مني مسلا لميلو نگر مايات بتام تقبي نونو الله سبحانه وتعالى فقادهونو بسمان البيت من سرابت الله هدرجن الله أنا من فر الله هدرجن الله فرتن دم جنة من نجني الله هدرجو علمهم الله هدلن عملهم الله هدلن أجرهن سلام الله هرجلن يانم سلام الله هرجن يا ربي الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يا من قدرت بقضاء وقدر فسلم لنا فيهما العقل والدين برحمتك أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل